أكدت الحكومة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفض ومتوسط الدخل وتسليمها للمستحقين. وأضافت الحكومة أنه يجرى تنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفض الدخل، منها 55.5 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن العبور الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة 15 مايو، ذلك بالإضافة إلى 28,000 وحدة سكنية تم وجر تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور متوسط الدخل. وفي سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة تقدر ب 19% ليغلق عند مستوى 28,466 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 25% ليغلق عند مستوى 6,314 نقطة. وصعد مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 24% ليغلق عند مستوى 9,149 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع تجاوز مركز الخام الأمريكي في هيوستن مخاطر إعصار باريل، وتطلع المتداولون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو المركزي الأمريكي جيروم باول التي تستمر يومين بشأن السياسة النقدية. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.95% ليصل إلى 85.2 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.52% ليصل إلى 82.16 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 10% ليصل إلى 2.32 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 33% لتسجل 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بشكل طفيف فقط في الدول الغنية في العالم على المدى القصير، وأكدت المنظمة أن الأجور ارتفعت بشكل أسرع من الأسعار خلال العام الماضي، لكن الأجور الحقيقية لا تزال أقل من مستوياتها في أواخر عام 2019 في عدد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة. وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي إلى أن هناك دلائل على أن سوق العمل يتباطأ مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة مقارنة بعدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، لكنها لا تتوقع رؤية الارتفاع الحاد في معدلات البطالة التي رافقت الفترات الماضية والتي رفعت فيها البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية لتهدئة التضخم.